أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله عن اعتزازه وثقته وثقة الشعب الكويتي بالقضاء الكويتي العادل والشامخ والمشهود له بالأمانة والحيدة والنزاهة وعدم السماح بالإساءة إليه والنأي عن التشكيك به حفاظا على رسالته السامية. جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم رئيس المحكمة الدستورية والسادة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية المشاركين في اجتماع أجهزة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والذي تستضيفه البلاد. أود بهذه المناسبة الإعراب عن اعتزازي وثقتي وثقة الشعب الكويتي بالقضاء الكويتي العادل والشامخ والمشهود له بالأمانة والحيدة والنزاهة وعدم السماح بالإساءة إليه والنأي عن التشكيك به حفاظا على رسالته السامية، وأن أثني على جهود رجال السلطة القضائية وعلى عملهم الدؤوب لمتابعة مختلف القضايا والبت بها ولا سيما قضايا المساس أو التعدي على المال العام والعمل على الحفاظ على حرمته وصونه وتطبيقهم للقانون.